<applause> مساء الخير اعزائي مشاهدي قناه الصحه والجمال في كل مكان. النهارده هو حلقة جديده من المجله الطبيه بيصحبنا معنا فيها الدكتور حسين زهران استشاري جراحه العظام. اهلا بك يا دكتور. اهلا <applause> وسهلا. <applause> النهارده في عددنا الجديد من المجله الطبيه غلاف العدد طرق حديثه لعلاج الكسور غير الملتئمه. جراحه العظام هي فرع من فروع الجراحه ويتخصص في مشاكل الجهاز العظمي والعضلي، استخدم جراح العظام الوسائل الجراحيه وغير الجراحيه لعلاج الحوادث المتعلقه بالجهاز العظمي والعضلي واصابات الملاعب والعيوب الخلقيه والافات التنكسيه الناتجه من كبر السن. طب طب العظام يعني بشكل عام بتصحيح الكسور جراحيا وتكبيرها اضافه الى عمليات اصلاح وتبديل المفاصل التالفه بالاضافه الى انواع اخرى من العمليات الجراحيه التي تعالج امراض العظام والجهاز الحركي ايه رايك يا دكتور موضوع جراحه العظام هو جراحه العظام زي ما سيادتك تفضلت وقلت بيشمل كل المجالات ديت اللي هي تخص الجهاز الحركي عموما سواء كان العظام والمفاصل والعضلات المحيطة بالعظام بما يعني ذلك أي إصابة تصيب هذا الجهاز بيعنى بها تخصص جراحة العظام والحقيقة الموضوع بتاع جراحة العظام دلوقتي بقى متشعب ومتمدد باستمرار مع التقدم التكنولوجي اللي احنا بنشوفه اليوم دي الكسور دي طبعا أول حاجة بتيجي في ذهن أي مستمع إنه هو دكتور عظام يعني مختص بالكسور الحقيقه لا هي مش الكسور فقط الالام العضليه الناتجه عن الاصابات في الملاعب او غيرها الاصابات بالمفاصل واصابات الاربطه اللي هي داخل المفاصل كذلك الاورام اللي هي تخص العظام وتخص العضلات كذلك الاعصاب اللي بتغذي العضلات ديت برضو بتخش في المجال بتاعنا. الأوتار العصبيه بتدخل معاكم في الموضوع دكتور؟ ايوه الضفاير العصبيه الطرفيه كلها بتخش في جراحات العظام لان لان اذا كان الجهاز الحركي بيتحرك بيتحرك باشارات من المخ عن طريق الاعصاب الطرفيه اللي بتيجي تغذي العضله عشان تحرك المفصل الحركه السليمه المتناغمه. فبالتالي لما بيبقى فيه اي حاجه تخص هذه الاعصاب الطرفيه فبتدخل في تخصص جراحه العظام وكذلك التشوهات الناتجه عن هذه الاصابه في هذه الاعصاب. فالدكتور العظام بيتدخل لتصحيح هذه التشوهات سواء كان في تصحيح التشوه الموجود عن طريق العضلات او التشوه الموجود عن طريق اعوجاج العظام يا ناتج اعوجاج خلقي او او خلقي او اعوجاج ناتج عن اصابات كسور وما شاء في مقوله شهيره دكتور ان علم جراحه العظام هو الاهتمام بمساعده الجسم على علاج نفسه. بالتاكيد بمعنى بالتاكيد يعني شوف حضرتك يعني الـ 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 الاصابات اللي بتحدث في الجهاز العظمي والعضلي والعصبي والاجهزه الجسميه عموما التدخل بيبقى من الجراح بيبقى لتهيئه الظروف المناسبه للمواد الداخليه في الجسم نعم. والاعضاء الداخليه انها تصحح اوضاعهم لان احنا مثلا على سبيل المثال لما بيحصل كسر الكسر ده بيحصل زي اي حاجه اصابه في الجلد او اي شيء بيحصل شويه في مادة في المية معنا مثلا ده لعيب كره سله مثلا بيلعب وممكن وهو بيلعب يحصل اي حاجه في الجهاز الطرفي بتاعه دوت ده, ده رجله مم ممكن العضله تتمزق ممكن تتقطع الوتر يتقطع الرباط يتقطع وممكن يقع يكسر نعم طيب الحاجات دي كلها لما بتحصل الجسم على طول بيتفاعل معاه نعم بيتفاعل معاه عشان يعيد تصحيح الوضع الموجود الوضع الموجود كان ايه وضع كسر مثلا على سبيل المثال الكسر ده آه عشان يلتئم لازم تبقى ليه ظروف مساعده نا. لكن هو الالتئام ربنا مودعه اصلا في الجسم م. الخلايا اللي هي بتعمل التئام للعظام دي دي موجوده في جسم الانسان اللي اتكسر إيه؟ <applause> وظيفة الدكتور العظام أنه يهيئ الفرصة المناسبة لأنسب وضع للالتئام بأن العظم يكون في في تناغم مع بعضه في اتساق اللي هما العظمتين المكسورين يبقوا في اتساق وفي آه وضع غير معيب وأن الطرفين يبقوا ملتصقين بقدر المستطاع والخلايا العظمية بتيجي تعمل بناء للعظام حوالين العظام اللي هي تم تهيئتها للظروف دي نعم. اذا ما تدخلش الدكتور دكتور العظام انه يهيئ الوضع للكسر دوت انه يبقى وضع سليم انه يرجع زي الاصلي بمعنى ان العظمتين تبعدوا عن بعض او لم يلتقوا اطرافهم مع بعض فبالتالي الخلايا العظميه اللي بتيجي ما بتلاقيش تكوين عظمي مناسب تخلي العظمتين يلتقوا وتكون نسيج عظمي يقدر يرجع العظمه الى ما كانت عليه قبل كده نعم. الأربطة مثلا بتاعة المفاصل لما بتنقطع وعلى سبيل المثال يعني الأربطة الصليبية الرباط الصليبي للركبة الأوتار الحاجات دي كلها برضو لما بتتقطع ديت الدكتور بيتدخل عشان يرجع استقرار المفصل لأن الأربطة دي بتساعد على ثبات المفصل في جميع الحركات المختلفة اللي بيأديها الشخص لما بيحصل قطع طبعا استقرار هذا المفصل او الثبات بتاع المفصل بيتاثر وبالتالي الانسان ما بيقدرش يادي الحركه اللي هو كان بيعملها قبل كده بطريقه سليمه ومظبوط، فيبتدي رجله تخونه مثلا لو كان رباط صليبي لو كان التواء مثلا يبتدي يحس بألم الألم بيبقى موجود في اي اصابه موجوده في اي مفصل بيحصل تورم اي انسان بيلاقي نفسه مفصله جرى له حاجه بيتورم ويتألم تمام الورم ده بياتي من ايه تفاعل من الجسم لهذه الاصابه نعم. التفاعل ده بنتيجه ارتشاح دموي يتكون الدم اللي بيتكون دوت بيبقى جايب الخلايا والمواد والفاكتورز او أوليات البناء لهذه الانسجه اللي هي اصيبه نعم. حضرتك كدكتور بتتدخل عشان تهيئ الفرصه لهذه المواد اللي جت انها تعمل وظيفتها بانسب وضع. نا. يعني اذا كان هيتدخل مثلا يركب شرايح ومسامير، يركب مسامير نخاعيه، يركب مثبت خارجي، حتى الجبس كله عشان يرجع العظم على مكان كويس في انسب وضع يتم فيه الالتئام. وهننقل <applause> من هنا لان دخلنا في موضوع العدد. موضوع العدد اعزائنا المشاهدين النهارده طرق حديثه لعلاج الكسور غير الملتئمة. الكسور تحتاج العوامل الميكانيكية ميكانيكيه وعوامل بيولوجيه ليحدث الالتئام السريع للانسجه ومن العوامل الميكانيكيه ان يكون الكسر مثبتا بقوه تسمح للانسجه بالنمو للخلايا بالتكاثر والتحام العظام مثل التثبيت بالشرائح او المسامير او المثبتات الخارجيه والعوامل البيولوجيه مثل زراعه العظام او زراعه الخلايا الجذعيه او تركيز الصفائح الدمويه او اعمال بروتينات نمو العظام ومن العوامل الهامة أيضا القضاء على أي ميكروبات أو صديد في مكان الكسر بالتنظيف الجيد والتثبيت الجي الجيد للكسر وإزالة أي بؤرة صديد أو تسويس أو أجسام غريبة ملوثة رأيك يا دكتور؟ كلام مزبوط تماما طيب دايما احنا بنشوف ان في بعض الاجسام بترفض الشرايح يعني يقول لك ده احنا عايزين نكسر ونركب تاني ده بتيجي بسببها يا دكتور؟ ده بيبقى رياكشن رد مم. فعل للماده اللي هي فيها الشريحه ديت الماده اللي مثبت بيها هذا العظم يعني آه في طبعا زي اي حاجه لو في ادويه لما انسان بياخدها بيبقى في نسبه من الناس بيحصل ليه رد فعل لهذا الدواء اللي هو رد فعل العكسي الرافض او المستجيب ايوه تمام نعم. الحاجه الثانيه غير كده ان ممكن تبقى الكواليتي او النوعيه بتاعه الماده بتاعه الحاجه بتاعت التثبيت ديت مش مناسبه لهذا المريض. أه الحاجه اللي هي بقى بتبقى مش كويسه ومش مستحبه اللي هو يحصل التهابات. التهابات, التهابات ميكروبيه ودي أيوة. دي حاجه ممكن يبقى ميكروب من داخل جسم الانسان نفسه م. بمعنى انه كان عنده بؤره صديديه في اي مكان م. قبل العمليه اللي هتتعمل له ودي اول ما بتلاقي فرصه انها بتيجي وتثبت نفسها في مكان تثبيت الكسور ديت بالشرايح او المسامير النخاعيه وايا كان. ولذلك زي ما حضرتك تفضلت وقلت ان هو بيراقب في عند تثبيت ان يبقى ما اي بؤر صديديه والتنظيف الجيد ومراعاه الاصول المتبعه في الالتهابات عدم حدوثها بالتعقيم للالات وللمريض ولمكان العمليه ولحجره العمليات وكل الافراد المتواجدين داخل غرفه العمليات. غالبا الشرايح والمسامير زي ما ما بين اوساط المواطنين العاديه لها مواد معينه بنصنع منها هل في ممكن الصعادة عن الشرايح بحاجه تانية هل هي بتتوقف عند الكسر مضاعف بس ولا الكسر العادي الكسر بيتقال عليه مضاعف يعني عاده الناس بتبقى بتقول ان هو مضاعف يعني كسر متفتت يعني هو المقصود بكسر مضاعف اللي هو بيبقى فيه مضاعفات جرح مع الكسر، يعني كسر مفتوح. يعني آه، مرتبط بجرح معاه. اه يبقى مم. في جرح وفي الحركة... ملوش علاقة بالكسر نفسه. لا الكسر نفسه. العظام نفسها. ال ال الكسر حضرتك أي كسر في أي عظمة ده آه، يا إما كسر مقفول أو كسر مفتوح. نعم. والكسر المقفول يا كسر سمبل بسيط يعني آه، يا كسر متفتت مم. يعني في أكتر من قطعة في داخل الكسر. ده بيتطلب التثبيت الجيد زي ما قلنا عشان انه يحصل التئام جيد وتيجي العوامل اللي هي من الجسم لمساعده بناء العظام تلاقي الظروف المهيئه في العظمه ديت انها تطلع على افضل وضع وانسب وضع الى ما كانت عليه قبل الكسر. الالات اللي احنا بنستخدمها او الشرايح او المسامير او المسامير النخاعيه ديت كلها الى الان كلها بتتعمل من مادة اسمها ستانلي ستيل خام 316 مع بعض الإضافات أو مادة التيتانيوم الناس يقول لك ده من البلاتين ما فيش احنا ما بنعملش حاجه اسمها من البلاتين اصلا مش حاجه اساسا بلاتين فيش حاجه اسمها بلاتين هو منتشر فعلا كتير بيتكلموا لك انا شرح بلاتين لا فيش ما بنعملش بلاتين حضرتك لا هو كله يا ماده الستانلس ستيل 316 ده نوع الستيل بتاعه يعني او اللي هو التيتانيوم وده بيدي صلابه اكتر مع خفه في الوزن نعم وعدم آه آه احداث ردود افعال مع الاشعه التداخليه اللي, اللي هي الموجات المغناطيسيه او الاشعه العاديه لانه آه الاشعه لما تيجي حضرتك بتخش تعمل اشعه بالرنين مغناطيسي نعم. وكنت عامل اي حاجه معدنيه بيحصل ليها ريفليكشن او يعني بتشتت الاشعاعات ديت وبتدي صور مش كويسه للجزء اللي بيراد تصويره بالموجات اللي بالاشعه الرنين المغناطيسي فاستحدثوا ماده تيتانيوم عشان خاطر الحكايه دي و... أه الصفحه اللي جايه شخصيه العدد. شخصيه العدد بتاعتنا النهارده في المجله الطبيه الجراح الامريكي راند بول راندال هارينجتون. من أهم جراح العظام في التاريخ حصل على منحة في رياضة كرة السلة واستغلها والتحق بالجامعة وقد كان هذا شيئا مميزا ممتازا فبسبب ذلك اخترع عصا هارينجتون وهي أداة ساعدت أكثر من مليون مريض في أنحاء العالم وقد كانت مصممة لتوضع بجانب العمود الفقري للحفاظ عليه من الالتواءات الشديدة واستخدمت هذه العصا من عام 1960 وحتى أواخر العام 1990 عصا هارينجتون هارينغتون هارينجتون رود او عصا هارينجتون ديت استخدمها الدكاتره اللي هي كانت بتوعنا بتقويم آه العمود الفقري الناس اللي كان عندها وجد في العمود الفقري كان زمان بيعملوا لهم آه آه شد مشدات كده زي زي ما بتشوف حضرتك السقالات اللي بتتعمل للبناء وكده بتشد المريض وكانت حاجه تعتبر تعذيب ليه اكتر منها علاج يعني فالهارينجتون رود وفي كمان لوكي رود دوت ده دا بيتحط جنب الفقرات ويتعمل عليها تعديل للاعوجاج اللي موجود يعني تثبيت ده من الداخل ولا من الخارج لا من الداخل من الداخل ده فعلا تعذيب لا ده الهارينجتون ده ما يعتبرش تعذيب اللي كان قبل كده اللي هو كانوا بيحطوه على يشدوه على مشدات اللي احنا شايفينه ده مش مش <مشيل> الحرنجتون ده كان بيحطوه على مشدات زي اللي بقول لحضرتك زي نظام السقالات وكده على على عمدان خشب ويبتدي يقعد يعدل العمود الفقري بحبال وحاجات زي كده ويتنوا شدوا فيه فتره طويله الكلام ده طبعا كان عذاب للمريض وعطله من غير داعي وعاده نتيجتها ما تبقاش يعني مرضيه مش, مش مرتفع آه فحصل التدخل الجراحي بقى اللي هو بطريقه الهارينغتون رود او اللوكي رود دولت القديم رود وفي دلوقتي حاجات احدث منها بكتير دلوقتي بتستخدم على بس طبعا بيطبق نفس الـ نفس الـ المبدا بتاع التعديل والتقويم واحد نعم اللي للعمود الفقري سواء كان اعوجاج وراثي او اعوجاج يعني بيجي عن طريق آه فتره الشباب بتيجي بعض الناس بيجي لهم حاجه غير معروفه السبب ان يبتدي العمود الفقري يدخل في الاعوجاج يبقى عامل زي فرع الشجره يتعوج على كذا محور. نعم. فالحاجات دي بتعدل التشوه بتعد ده, ده كتير نفسه. ايوه تمام. اعزائنا المشاهدين، مشاهدي المجله الطبيه، سؤال الحلقه النهارده هل تشعر بطقطقة عند تحريك مفصل الركبة؟ السؤال مرة ثانية هل تشعر بطقطقة عند تحريك مفصل الركبة؟ سريعا بننتقل في ما بين صفحات المجلة الطبية ومعانا أول خبر من أخبارنا النهاردة كايرو براكتس علاج فوري لألام الظهر والرقبة بدون جراحة كايرو يعد أحد أساليب العلاج الطبيعي لعلاج ألام الظهر والرقبة والمفاصل من خلال التخلص من الضغوطات بين عظام الجسم المختلفه كعظام الظهر والرقبه والفقرات والانزلاق الغضروفي ويكون العلاج عباره عن تمارين يتم بها تحريك العضلات حول العمود الفقري بقوه ضغط اليدين والاصابع وفقا لاسس متبعه بالضغط على اماكن معينه فيتم تعديل الفقرات الى وضعها الصحيح او سحب الضغط من الاعصاب المضغوطه حتى يزول الالم والخبر الثاني من اخبارنا الليله من مجلتنا الطبيه تقنيه جديده للتخلص من الام الرباط الصليبي خلال مؤتمر طبي لاحدث التطورات في علاج امراض المفاصل تم الكشف عن تطور عمليات الرباط الصليبي واحدث التقنيات لعلاجه وهذه الطريقة الجديدة تتميز بتصميم يقترب بشكل كبير من الطبيعي ويساهم في توفير الدعامة للركبة للتخلص من الآلام وتحسين وضع المريض جاء ذلك خلال المؤتمر الطبي الشهري بفندق هيلتون جرين بلازا بالاسكندريه بمشاركه اطباء من جامعات القاهره والاسكندريه وجامعه طنطا واشار الدكتور محمد عبد الله محفوظ استشاري العظام ان قطع الرباط الصليبي الامامي يؤدي لعدم ثبات مفصل الركبه خاصه مع الجاري كما ينتج عن القطع زياده احتمالات حدوث خشونه بالركبه وقطع بالغضاريف دكتور حسين الام الرباط الصليبي والتقنيات الجديده و... ايه وضع الرباط الصليبي في مصر؟ آه لا هو وضع جيد الحقيقه اللي عمليات الرباط الصليبي دلوقتي بقت منتشره على مستوى مستشفيات مصر تقريبا كلها يعني المختصه بجراحات العظام وبتتعمل بنجاح منقطع النظير زيها زي اي مكان بره في, في اوروبا او في دول الغرب الرباط الصليبي ده حضرتك احد رباطين متعاكسين مع بعض جوه الركبه بداخل الركبه الركبه في عده اربطه لانها مفصل حر الحركه وعليه دايما حمل كبير اثناء المشي والجري والقفز وخلافه فلازم عليها اربطه متينه جدا تحافظ على ثباتها في كل حركه من الحركه الرباط الصليبي احد هذه الاربطه وهو فيه رباطين رباط صليبي امامي ورباط صليبي خلفي والاثنين بيمسكوا من عظمه الفخذ لعظمه القصبه تمام الرباط الصليبي الامامي هو الاشهر في اصابات الملاعب وان كان بعض الناس دلوقتي من غير ما يكونوا بيلعبوا رياضه بتجيلهم هذه الاصابات نتيجه وقع من فوق او وقع من سلم او كذا لما بيحصل قطع في الرباط الصليبي والحقيقه اكتشف حديث المرض لما مصحوب بقطع في رباط امامي بيبقى موجود في النسيج الخاص بالمحفظه بتاعت الركبه ده بيؤدي لعدم ثبات ايوه اللي احنا شايفينه دوت من داخل اللي بيشاور عليه القضيب المعدني ده مكان اللي بيخش فيه الرباط الصليبي يمسك في عظمه الفخد الرباط الصليبي لما بيتقطع العظمه بتاعت الفخذ دي بتبقى غير مستقره فبتقعد تتزحلق على عظمه القصبه نعم. لقدام آه، الزحلقه ديت بيعبر عنها المريض بيقول بيقول ان رجلي بتخني وانا ماشي الرجل بتخني وانا ماشي ديت عشان خاطر ما فيش ثبات حركي اثناء المشي ومن باب اولى كمان اثناء الجري لأني لان ما فيش استقرار لعظمه الفخذ على عظمه القصبه اثناء الحركه رباط الصليبي ده لما بيتقطع ما عندوش القدرة الذاتية ان هو يلتئم من تلقاء نفسه حتى لو جبناه على بعضه وان كان في دلوقتي حاليا محاولات جادة بره ان هو يحاول من خلال الخلايا الجذعية ان هو يحاول ينشط التئام الذاتي للرباط الصليبي لكن لسه النتائج بتاعتها مش مشجعه لينا اننا نستعيد بيها عن عمليات اعاده بناء الرباط الصليب احنا دلوقتي عشان نعمل الرباط الصليبي اللي اتقطع ده بنعمل حاجه اسمها اعاده بناء لي بنستخدم رقعة وترية من عضلات الفخذ ندخلها مكان الرباط الصليبي دوت ونثبتها في عظمة القصبة وعظمة الفخذ وبعد كده بينمو عليها انا لازم اقطع حضرتك معانا اتصال ايوه معانا مين يا فندم؟ اهلا بك يا ام الو ام اشرف ايوه امورينا يا فندم الامر لله <ليلا>. بس اسال الدكتور <applause> بعد اذنك اتفضلي يا فندم اه, أه لو سمحت بس اعرف انا ركبتي فيها ركب الاثنين فيها خشونه وخدت الحقنتين بتوع الزيت أه <تصفيق> <تصفيق> بس بعدهم حسيت يعني واحده منهم مش قادره افردها قوي مع كانت بتتفرد المهم والمهم قعدت يومين ثلاثة والدكتور أعطاني مسكن وبعدين بعد شوية بحس وأنا ماشية بتقطع فيهم. مم. تمام. أنا مش عارفة يعني آه أسأل حضرتك سؤال إيه؟ السن كام سنة يا فندم؟ سني 68 سنة 68 حضرتك قال لحضرتك الخشونة من الدرجة الكام؟ لا خشونة جامدة الحقيقة. خشونة جامدة. طيب هو حضرتك الخشونة المتقدمة اللي هي من الدرجة الثالثة اللي هي بتمسك محاور الركبة وفي السن بتاع حضرتك ده بيبقى عادة الغضروف الزجاجي اللي هو الغضروف الأملس اللي بيغطي عظمة الفخذ وعظمة القصبة داخل الركبة اللي هو حضرتك بتشوفيه زي القرقوشة البيضة اللي جوه المفصل بتاع الفراخ لما بتيجي تاكليها حضرتك القرش البيضه دي هي الغضروف اللي احنا بنقول عليه في خشونه ده مع تقدم العمر بيبتدي يتاكل نتيجه ان الصلابه بتاعته والليونه بتبتدي تتغير والعظم اللي شايلهم من تحتيها بيبتدي يحصل له برضه هشاشه وعدم ثبات فبيؤدي الى ان هذا الغضروف نفسه يبتدي يتشقق ويحصل له هذه الخشونه حضرتك الحقن اللي حضرتك قلت عليها الحقن الزيتيه دي بتنفع كويس قوي في الدرجه الاولى ويمكن الدرجه الثانيه الدرجه الثالثه اللي هي بتبقى المفاصل متاكله تماما ده انسب حاجه ليها دلوقتي هي المفصل الصناعي على اساس ان حضرتك بتستعيد هذا الغضروف الزجاجي المتاكل بجزء صناعي اللي هو مفصل الركبه الحقن الزيتيه اللي بتتحط ديت دي بتبقى زي حاجات مؤقته لتخفيف الالم وليست لاعاده بناء الغضروف زي ما بيتقال الغضروف حضرتك دلوقتي في حاجات استحدثت كتيره لاعاده بنائها وهي في مرحله التجربه و... وبتجيب نتائج دلوقتي بياخدوا حاجات من البلازما بلازما المريض نفسه مواد إنمائية يعني عوامل بنائية للغضاريف أو للأنسجة عموما عن طريق اللي هي الخلايا الجذعية أو للصفائح الدموية أو للفايبرين اللي موجود يبتدي يعني يركزه ويبتدي يحقنه تاني في المفصل على أساس أنه هو بيساعد إعادة بناء هذه الغضاريف دي الحقيقة تحت التجربة بس جابت نتائج مشجعة شكرا دكتور حسين زهران استشاري جراحه العظام أهلا بك. اخيرا اعزائنا المشاهدين ومع اخر صفحه من صفحات المجله الطبيه نتمنى نكون قدمنا لكم الجديد والمتميز في عالم الطبي والى اللقاء في عدد جديد من المجله الطبيه قناه الصحه والجمال كان معكم علي الفيل